انا دابا انا مزوج مع السيده ديالي وعايشين في دار وحده ومعنا ولادنا ما عندهاش الحق تسافر بالدراري اللي ما وقعتلهاش انا. هادشي راه مطلقين مجموعين ما عندهاش الحق. وفاش كتكون مطلقه المراه كيخصك اي حاجه بغيتي ديرها كتشاور مع الاب ديالو. انا كنقول ان الناس هما دابا خصنا الحوايج وبدلوها كاع طوطالمون. كيفاش انت غادي تاخذ ولادها وتسافر وتهز يعني صافي كتشجع انت دابا على انهم يوقع اختطاف الاطفال ويديوهم؟ هادشي علاش كتشجع دابا؟ دابا واش كتظن السي هشام انت عاد غيجي بن كيران او هذا اللي عندنا دابا اخ نوش ولا سميتو وهبي غيعطي الحقوق للمراه؟ المراه الله عطاها حقوق ما كاينش شي واحد يقدر يعطيها لها. يكفي كاين الناس اللي كيحرشوهم على الرجال. دابا حنا خصنا نقلبوا السي هشام باش نكونوا واضحين، واخا يكونوا كيتصنتوا لنا العيالات وما غيعجبوش واحد الوقت هاد الحاله اللي وصلتهم ليها هاد المدونه وغير المدونه. إنا لاحظنا وبالملموس تفكك الاسره المغربيه، تشتيت اول حاجه غادي اول حاجه غادي نسولك عليها شنو رايك في هذا الشيء ديال المدونه هاد الروينه اللي وقع. المدونه هي نقطه في بحر. انا كنشوفوا ان حاليا المجتمع المغربي جميع القوانين اللي دارتها لا هاد الحكومه او مشاريع القانون لا هاد الحكومه ولا الحكومات السابقه كلها كتهدف لشيء واحد هو تفكيك الاسر المغربيه. قبل ما نهضروا على هذه المدونه الجديده السي هشام نشوفوا المدونه القديمه اللي تباهوا بها نوبل الاعلاميين وكيهلوا بها. من بعد المدونه الجديده ديال 2004 نشوفوا شحال ديال الملفات ديال الطلاق الشقاق، نشوفوا شحال ديال الاسر تفكات، نشوفوا شحال ديال الكوارث، نشوفوا كيفاش ولات العلاقة داخل الأسر المغربية اللي كانت بالأمس القريب أسر محافظة ودابا ولات صراعات وحروب داخل الأسر. اليوم المغاربة غيوصلوا لواحد النتيجة أنهم ما يبقاوش قادرين يضبطوا وليداتهم. ملي البنت وصلت حقها سن الرشد تمشي تجيب شي شمكار أولا شي ولد السوق وتقول باها بغيت نتزوج به صحة. واش هذه هي العائلة؟ واش هذه الدولة أولا؟ هاد المشرع واش كيشوف المصلحة الفضلة ديال هاد الشاب أو هاد الشابة اللي باقي ما عندهمش إدراك تام 18 عام راه باقي يمكن يكون يمشي للبلاي ستيشن ويلعب والبنت هكاك يمكن لها تلعب باقي ما كاينش اكتمال حقيقي في الشخصية ديال البنت أو الولد الشاب أو الشابة اللي نعطيهم هاد الإمكانية أنهم يختاروا المصير ديالهم أنهم يختاروا العلاقة الزوجية مع واحد الشريك معين. كنشوفوا أن هاد الزيجات اللي ولات دابا جديدة 18 و19 عام كلها السي هشام زيجات فاشلة والدليل عندنا في محاكم ديال الأسرة أو في قضاء الأسرة. كاين اللي تزوج 3 شهور 4 شهور كاين اللي تزوج شهر شهرين عوالين على قصارة ماشي زواج. أن المفهوم ديال الزواج الله سبحانه وتعالى كيقول وخلقنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها بمعنى السكينه والطمانينه وجعلنا بينكم موده ورحمه والله فضل الرجال على النساء بما انفقوا. بزاف ديال الاعتبارات لان باعتبار ان احنا كنقولوا دوله اسلاميه احنا كنقولوا دوله اسلاميه وبالتالي القانون شنو هي المصادر ديالو؟ هو التشريع يعني البرلمان هي العرف او ما تعرف عليه الناس اصبح قاعده قانونيه ثم الكتاب والسنه باعتبار اننا دوله اسلاميه. اذا هذه المدونه واش كتراعي؟ ما جاء في الاحاديث وما جاء في كتاب الله لا تراعيه بكل واقعيه. احنا كنهدموا الاسره ديالنا بدعوى ان احنا كنطوروا المجتمع. تطور المجتمع ماشي هو في تفكيك الاسره. تطور المجتمع هو نعطيو اللبنات الاساسيه لواحد المجتمع من خلال التعليم المتميز ان الناس ملي كتبغي ترقى ما كتمشيش وتضرب ديريكت في الاسره كتضرب في التعليم. ضرب التعليم يعني تهزو باش هذا الانسان اللي كيكون طفل وكيصبح شاب كيكون عنده واحد الرصيد واحد الباكاج اللي يقدر يخليه يحلل ويناقش ويعرف الخايب من المزيان من العيان الخايب من المزيان عفوا. بالتالي انتوما حنا باقيين كنعيشوا كنقولها انا عايش في المغرب وكنقولها حنا باقيين عايشين الاميه من جهه والجهل من جهه اخرى. الاميه مرتبطه بالكتابه والقراءه ولكن الجهل راه قله الوعي. كتلقى الانسان في البكالوريا وفي الاجازه ولكن الوعي ما كاينش باقي راسه في الحجر ما يعرفش يحلل ما يعرفش. بالتالي كيفاش بغيتي انت هاد الناس تعطيهم هاد القوانين واللي مرتبطه بالاسره اللي هي النواه ديال المجتمع
وتعمل لهم فيها هاد لي ديريف هاد الغيران اللي في وسطها. حتى واحد ما كيعرفهم ان المشكل ديال القانون المغربي هو التفسيرات القانونيه تتعدد وتختلف من شخص الى اخر. النصوص القانونيه كاينه ولكن التفسيرات تتحول مع كل واحد جالس في ذاك الكرسي وكيعطي كينصب راسو انه كيحكم في قضايا معينه وخصوصا قضايا ديال الاسره. بالتالي مدونه كنشوف انا مشروع فاشل لا الاولى ولا الثانيه، لان الثانيه لا علاقه لها لا بالمجتمع المغربي ولا بتقاليدنا ولا باعرافنا ولا بتاريخنا ولا بديننا. هذه هي الحقيقه باش نكونوا واضحين. اذا كانوا السياسيين عندهم إكراهات خارجية أو لا باغين يصوبوا راسهم مع برا وياخذوا من صندوق النقد الدولي، وهذا حنا لا، حنا ما كنعترفوا لا بصندوق النقد الدولي، حنا ما كنعرفوا لا إكراهات، ما كيضغط علينا حتى واحد، لأن حنا الهدف الوحيد والأوحد ديالنا أن نشوفوا أسر مغربية متماسكة وما يكونوش عندنا ضحايا، لأن الضحايا الناتجين على تفكيك الأسر أشنا هما؟ هما مشاريع مجرمين ومنحرفين ديال المستقبل. الإنسان ملي كيشوف باه ومو طلقوا على والو لاسباب واهيه وتافهه، وهنا غيحيني الامر على طلاق الشقاق. تصوروا سي هشام الطلاق اللي كنعرفوا حنا ان كيجيبوا واحد بغى يطلق وحده كيجلسوا كيديروا الجلسات ديال الصلح وكيديروا كيحاولوا. واحد السيده دابا كتبات قالت لك انا كان عند طلبات الشقاق، قالت لك القاضي قال لك طلقها بلا ما يدير الصلح بلا ما يحاول حتى حل. سي هشام انا كنت في السجن والزوجه طلبت طلاق الشقاق نظرا للمواقف ديالي معينه. القاضيه في نسخه الحكم، انا كنهضر على راسي، دارت ثلاثه الجلسات ديال الصلح، وقلتها في فيديو، قلت شكون هذا اللي جا وانتحل الصفه ديالي وجلس مع الطليقه ديالي ودار جلسه الصلح؟ في السجن سبحان الله. فين هو هذا الصلح؟ حكم من اهله وحكم من اهلها. ثانيا نشوفوا المسطره ديال طلاق الشقاق. طلاق الشقاق اذا مشى الراجل او المراه على حد سواء سلمت الاشعار ديال المحكمه كتوقف الاجراءات المسطريه، يعني القاضي كيبت في طلب التطليق، ما كاين لا عيط ولا والو، هذاك الشيء على الخريف بحال اللي كنقولوا عندنا في الشمال على الخريف، راه ما كاينش. ولكن انا غنتقبلها، انا غنتقبلها الى انه طلق ديريكت كانه يكتب في المحضر على انه محاوله الصلح داز، واش فهمتيني؟ هذاك التحايل على القانون خويا، طلق ديريكت ودوز. علاش كتكذب؟ ثلاثه المحاولات ديال الصلح في انني في حين انني ما توصلت بوالو. ما تقولوا هذا خرق ديال القانون، هذا الزوير، هذا ما نقولوش خرق، هذا الزوير. انك باش تقول ان واحد الانسان وانت قاضي امثل امامك واستمعتي له في اطار الاختصاص ديالك هو ما كاينش، هذا الزوير. اذا غير الشقاق ممكن ان يوصلونا في مدونه الاسره الجديده في حل المطالب اللي كاين في تونس، ان المراه تولد في حالها في حال الراجل، لان دابا كاين دعوه الى المساواه على اوسع نطاق. دابا العيالات كاين الناس اللي كيحرشوهم على الرجال، دابا حنا خصنا نقلبوا السي هشام باش نكونوا واضحين، واخا يكونوا كيتصنتوا لنا العيالات وما غيعجبهمش واحد الوقت هذه الحاله اللي وصلتهم ليها هذه المدونه وغير المدونه، ان واحد الوقت غيوصلوا العيالات ان ما يبقى حتى واحد يتزوج، ان كيفاش انك تزوج وتدخل حرب؟ من غير هذه دابا انا غنعطيك امثله بسيطه واجهتها ديال عيالات كنتلاقاهم. مثلا جاو هنا سمعوا ديك القضيه ديال القوانين الحقوق هذا، كيجيو كيعمروا لها راسها العيالات، حريه تخرجي فوقاش ما بغيتي، تلاخر تنزلي عليه غادي تهلاو فيك الاخر. واخا كيدخل ديك البروسيسوس كتطلق من الراجل كيكون عندها جوج ولا ثلاثه ديال الدراري، اتونسيون راه ما ساهلش، القرايه ديالهم زاكتيفيتي ديالهم المصروف ديالهم، واخا يكون كيعطيك شحال ما يعطيك هذا الراجل. وثانيين شوف الدور ديال الراجل، الدور ديال الراجل في الدار لا يعلى عليه، لان الدراري بسيشيكمو ما كيكونوش متوازنين الا كانت عندهم غير امهم ولا الا كان عندهم غير باهم. لا حاجه اخرى عند الله سبحانه وتعالى محطوط هكا، حاجه اخرى كيطلع نورمال الا كان عنده غير باه او لا عنده غير امه، فكيطلع ديما عنده شي نقص ما هوش، فهمتي؟ اجي نقول لك السي هشام واحد الملاحظه باش نعطيك الخلاصه ديال القول، اقسم لك بالله الا كثير من هاد النساء هادو كيقول لك هذاك اقبح قرار خديناه في حياتنا هو اننا طلقنا. كتلقاها كتكبر في لاج ما كاينش اللي كيسول فيها، حيت شكون اللي غيجي يدي مرا بثلاثه الدراري ولا بجوج دراري ولا باربعه دراري،
فهمتيني؟ انا كنقول لك كنقول لك الواقع هو هذا، هذا الشيء كيقول هما الواقع، كيقول هما الواقع هو هذا، الواقع صادم ولكن راه هو هذا، فهمتيني؟ ايوا واش كيظنوا النساء، كيظنوا النساء انهم غاديين في طريق الصواب. اولا اذا شفنا ديك الجمعيات اللي كتحرش العيالات لا من خلال بعض النشطاء في الفيسبوك اللي دايرين صفحات الهدف ديالهم هما تدمير الاسر، واش هذه كتعتبروها عاديه؟ كاينه جمعيات، شكون اللي جالس في هذه الجمعيات؟ كتلقى هذاك العوانيس اللي عندهم مشاكل في الارتباط، في شنو في الحياه الزوجيه ديالهم، اولا السيده هي ما نجحاتش، خصها حتى واحد ما ينجح، حتى واحد ما ينجح. واخا دابا واش كتظن السي هشام تاع عاد غيجي بن كيران اولا هذا اللي عندنا دابا اخ نوش ولا سميتو وهبي غيعطي الحقوق للمراه؟ المراه الله عطاها حقوق ما كاينش شي واحد يقدر يعطيها لها، يكفي ان صوره من صور القران وطويله فيها الارث، فيها العلاقات الزوجيه هي صوره النساء، يكفي ان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال الجنه تحت اقدام الامهات، يكفي ان الرسول ملي سولوه قال لهم امك 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 فابوك، واش اكثر من هذه الحقوق هذه؟ النساء كالقوارير رفقا بالقوارير، واش غادي تسنى غيجي شي واحد معقد، شي واحد كيخدم ايديولوجيه معينه، شي وحده اللي فاشله في حياتها وفات عليها، ماشي فات عليها تي جي في وفات عليها الترن عادي وفات عليها داك الترن ديال البوخه. باش نقول واحد المساله، غير باش نوضح واحد المساله، حنا دابا لا نزكي احدا على احد، لا ما نقولوش، حنا ما كنقولوش الرجال ملائكه او النساء ملائكه، كاين شي رجال لا يعاشرون وكاين شي عيالات لا يعاشرون، ولكن في العلاقة الزوجية ديما أنا كنقولها علاش ربي عطى الخطبة وعطى التعارف وعطى خويا اختي اختار الشريك ديالك وخذ الوقت أنك تختار الشريك ديالك، لأن هذيك راه ماشي ليلة ديال عشاء والسلام عليكم الله، راه الدوام، لا ماشي يومين ماشي عام ماشي عامين ماشي خمس سنين ماشي عشر سنين. نزيدك واحد الحاجة، اسمح لي على واحد النقطة، حنا ما كنزكيوش الرجال، الرجال كاين فيهم اللي ما يسوا وما يصلحوا، كاين اللي ما كيتحملوش المسؤوليه الماديه والعاطفيه والجنسيه وكل شيء، كاين الناس اللي هما تافهين، رجال تافهين، ولكن الله فضل المراه على الرجل ناحيه الصبر، المراه يمكن ذكيه على حسب تقارير علميه، المراه اذكى من الرجل، هذه وحده، المراه كتحمل اكثر من الرجل. حنا نديروا واحد التجربه، هز على واحد الساكادو فيه 5 كيلو في ظهرك 9 شهور، والله ما تقدر تهزه. انت بورت كلي اولا انا التليفون كيتقلع عليا ما نقدرش نهزو 9 شهور. ولكن نقول لك واحد المساله. بلاتي نكمل لك على الفكره ارجوك. المراه كتولد وما ادراك ما ادراك المخاط ديال يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، الله يحسن عوانات العيالات. وكتربي وتصبر وتحمل الراجل، هنا المراه اشنو الدور ديالها؟ هي ان تقوم العويجاج ديال ذاك الراجل، ان الله عطاها بزاف ديال الكرامات، بزاف ديال المقدورات او مقدوره من المقدورات اللي تقدر، علاش كيقول المثل كل عظيم وراءه امراه؟ ان ديك المراه هي اللي كتحمل، هي اللي كتوجه، هي اللي هادشي اللي بغيت نقول لك، هادشي اللي بغيت نقول لك، المراه شحال من شاف، لا لا، شحال من واحد ريبات امراه وشحال من واحد بنات امراه؟ طبعا كل واحد كيكون الله العظيم كيكون سكيري مقطع ما كيسوى ما كيصلح ما كيتزوج كيدخل الصف، علاش؟ الناس لا، حيت تلقى بنت الناس اللي عرفات له عرفات تتعامل معاه كذا، كينعاود اللي كتلقى مثلا ما عمرو جمع ما عمرو رب الريش كياخذ وحده كيحل عليه ربي الباب كتسهل، علاش؟ اذا هنا انت قلتي واحد المساله، قلتي على ان المراه اذكى من الرجل، يعني المراه الا كانت عواله وناويه الخير راه ممكن العلاقه الزوجيه تنجحها. فين عمرو حنا دابا ناخذ المثال ديال والدينا، واش الوالد ديالي انا كان كيعرف الوالده ديالي؟ والله ما عمرو شافها. انا الوالد ديالي فهمتي الوالد ديالي داها من دارهم كيعرف جدي وكيعرف خوالي سيتو، يعني رمانه مغمضه، ها هما عاشوا داروا جيل واحفاد والامور بقات مزيانه، حتى كل واحد هذا اللي مشى عند الله مشى عند الله، واللي باقي راه كيتسنى. انا با من القصر الكبير، الوالده من طنجه، باها جا يخدم من طنجه، مرات باه الوالد شافته في الحمام خطباتها له تزوجوا، الوالد
ما يقدرش شي نهار، عمري ما سمعته سبها او لا شي حاجه، عمري انا كنقولها بكل صدق. تصور واحد المره جاي من اكادير والوالده مشات في الطياره يا وخويا لطنجة، انا كانت عيانه ودوزت عند واحد السيد مراكش قال لي احقا جلسوا تغداو معايا وباتوا معايا وداك الشيء. الوالد قال لي دابا اديني عن مرتي، علاش داك العشره داك الحب اللي بيناتهم ما تصاحبوا، ما مشاو كذبوا على بعضهم ما حتى حاجه، ولكن الزواج فيه النيه. والمراه السي هشام، تحيه للنساء اللي هما نساء، المراه قال عليها الشاعر الام مدرسه ان اعددتها اعددت الشعب. الراجل كيخدم على برا، اشكون اللي كيربي هاد الدري؟ شكون اللي كيقابلو؟ شكون اللي كيقوي؟ صحيح غادي اليوم المدونه واحد المجموعه، باش نقولوها صراحه حنا مباشر، واحد المجموعه ديال المرضى النفسانيين نفسيين، واحد المجموعه ديال المثليين ابناء او هذا ديال الحقيقه، باغين يحرموا ما احل الله وباغين يحلوا ما حرم الله. ايوا حنا دابا صافي، حنا وليو انا بعدا كنشوف ان الزواج دابا في ظل هذه المدونه ولا مشروع فاشل. انا كنقول عليها كمشروع فاشل، لان فين غادي بينا؟ غيوصلك للمحاكم. ايوا سي صادق، البارح والله العظيم البارح هضرنا عليها انا والزوجه ديالي. قلت لها دابا شكون هذا الحمق هذا اللي غينوض يتزوج؟ شكون هذا المضروب في راسه اللي يمشي يقلب على جوامنجل وغادي يدخل في علاقه وحتى اللي غيصدق؟ قلت لها اولا غادي تولي ديك القضيه ديال الكونترا اختي. كونترا اللي عندي اللي عندك، ونهار اللي ما نتفاهموش ها شحال ها شحال ها شحال، وتسنى وتتوقع وسالينا. باغي يولي الزواج ديال الكونترا. دابا انت هضرتي على هذا الكونترا وقلتي هكاك، انا مشيت نجيب نسخه ديال الطلاق ويضر فيها واحد السيده تما خدامه في المحكمه، قالت لي السي محمد راه باقي صغير ما تزوج. قلت لها لا اذا كاين شي وحده تبغي تزوج بيا بالعقد العرفي ديال البلديه مرحبا. كنضحك قلت لها ما باش نوصل عندكم هنا مره اخرى، ما نوصلش يعني. شوف ولا الخوف الرباط المقدس هو ذاك الرباط ديال انت حط راسك وانت مخلوع اش غيوقع لك. شوف نقول لك واحد القضيه، شوف الله سبحانه وتعالى حط واحد المنظومه متكامله، فهمتيني؟ قرد ما يجيش شي قرد يقول لي حقه ما حقه، الله ظلم المراه او الله ظلم الرجل. لا سالينا. لا فهمتيني؟ الله سبحانه وتعالى ادرى فاش جا وقال لك في الارث ان للذكر ميت واحد وانتين عارف الذكر كينفق، لان الذكر كينفق السي هشام، لان هو عارف شي ربي اعلم بالعباد واعلم بالخلق ديالو وعارف شنو. دابا حنا كنهضروا مع مجموعه ديال الناس، يعرفوا الناس علاش ربي مثلا هذا الرجل في الضلوع للمراه، باش كيقول الله بما انفقوا هنا بالانفاق. يعني اذا تزوجتي بمراه موظفه ما تقولهاش جات 500 درهم ديال الضو، انت 250 وانا 250، وهذه هي المساواه. لا، الله كيقول لك انك تنفق، ماشي شغلك فيها ان خدامه او لباها لاباس عليها ولا باها كيعطيه، انفق عليها. هنا هو التفضيل بالانفاق ماشي بشي حاجه اخرى. الوغ ملي غتوليو انتوما دابا واحد المجموعه ديال النساء، كاين النساء كيرفضوا هذه القضيه ديال المدونه، ملي تولي واحد المجموعه ديال النساء اللي مدفوعين واللي عندهم مصالح واللي عجبهم الحريه. وانا كنشوف القضيه اللي عرضتها هذه 3 ايام في القناه ديالي ديال سيده مزوجه بضابط عسكري عامله له دار ديال الدعاره وكتمشي مع هذا ومع، واش هذه هي الحضاره؟ واش هذه هو الرقي؟ واش هذه هي الاخلاق؟ واش هذا هو الاسلام؟ واش هذا هو دير الجلابه وتقول عيد الميلود؟ واش هذا هو رمضان خصني نمشي؟ الله يهديكم. الانسان اذا غيكون كيقولوا جباله كاينه كحل وكاين ابيض، ما كاينش اللوانات بزاف. الوغ يا اما الانسان يقتنع بداك الشيء اللي باغي يعملو، والهدف من تكوين اسره هي ان يعيش في سلام ويعمل واحد الوليدات ويوصلهم لبلاصتهم. وحتى اذا وقع الطلاق السي هشام الله كيقول ولا تنسوا الفضل بينكم. ما يمكنش الولد او البنت يعرف ان باه ومو ما كيهضروش. اولا كيحلوا واحد الباب ديال الكذوب. انا ولدي غيجي يكذب عليا ويقول لي راه ماما عطاتني الفلوس، ياك؟ حيت انا ما كنهضرش مع امو. امو غيجي عنده الفلوس في الجيب غيقول لها بابا عطاني الفلوس، حنا ما كنهضروش. اذا هو كيدير شي حاجه غلطه وحتى واحد فينا ما عارف، ولكن ملي كيكون الكونتاكت
ماشي حبا في بعضنا، حنا تسالات المسرحيه والفيلم اللي بيناتنا طلعت كتابته، ولكن عندنا بيناتنا وليدات. الور داك المصلحه الفضله ديال الاولاد غتخليني نسول فيك وتسولي فيا، واذا كاين مشكل اتصلي بيا، كاين مشكل اتصلي بيا. صالح الاطفال، صالح. شوف وحاجه اخرى، الاطفال كيعقلوا لا ميموار ديالهم خاويه، باش الراجل يجي يسب امهم ويقول كلام خايف امهم، راه كيبقى راسخ، راه كتكون فيه العدوانيه تجاه الجنس الاخر. اولا المراه تسب الراجل وتقول له باكم كلو فعلو وتجبدلو المساوئ ديالو، راه المغاربه، انا حنا نخاطبوا على المغاربه ونخاطبوا العرب كاملين، ان مشكلتنا وحده، راكم كتقضيو على ولادكم، راه ما كتقضيوش على راسكم. ثم علاقه دازت ما استمرتش، هذه سنه الحياه، والا ما كانش يكون طلاق. ان ابغض الحلال عند الله طلاق. واحد القضيه اللي مهمه كنبغي نشير لها دائما، وهو ان بزاف ديال النساء اولا بزاف ديال الرجال، يعني ماش نبقى نهضر دابا غير على المراه ولا الرجل، لان يعني الموضوع مربوط في بعضه، مربوط، كيتشبهوا بالغرب. الغرب بعد اول حاجه راه ماشي قدوه، باش نكون واضح. بزاف ديال الناس كيسحابوا، ما راه عايش في المغرب كيقول لك اوروبا وامريكا راه الحقوق، ماشي قدوه بتاتا. لان فاش كنهضروا على العلاقات، اولا كنطلقوا منطلق ديال اننا مسلمين، هذه الاولى. الغرب كاين فيه المسلمين راهم عايشين ديال الطريق وناجحين تبارك الله، وعندهم عائلات وعندهم وليدات ما شاء الله، ووصلوا لمراتب كبيره. علاش؟ حيت كيطبقوا شرع الله، داك الشيء اللي قال لهم الله كيوصي، وكيحاولوا يحطوه في المسار ديالو اللي ولا ماشي مسلمه، ولكن عايش حياته ما كيخالفش داك الشيء اللي قال الله. تجي انت تهز لي واحد القوانين اللي كاينه في الغرب، اللي هو اولا مسيحي، اغلبيه لا ديني، ما كيامن حتى بحاجه، ولا علماني ولا شيطاني ولا. تجي انت تهزو كما هو تطبقو على ارض الواقع في المغرب. اولا دينيا لا ينطبق، اجتماعيا لا ينطبق، الحقوق اللي كاينه هنا ماشي هي اللي كاينه تما. المرأة هنا إلا طلقات ما كتضيعش في المغرب، إلا طلقات غادي تضيع، تفهمنا؟ هنا الدراري طلقات الوالدة ديالهم كيبقاو يقراو في مدارس كذلك مزيانة، وعندهم الإعانة ديال الدولة، ما كيضيع. فما كاينش قواعد اللي نقدروا نبنيو عليها باش نهزوا قوانين من هنا ونحطوها هنا. راه بحال أنت مثلا واحد بغى يحرط واحد الارض، مولف كيحرتها بالمحرات حيت جايه في الجبل، وغتجيب له انت تراكتور باش يطلع فيه بالجبل. تراكتور كيصلح له المحرات وكيصلح له حاجه الحمار ولا البغل. قالوا نصرى سي هشام يفو جامي كومباريتر لانكومبارابل. مثلا واش الدخل، حنا دابا باغيين نشبهوا بالغرب ونهزوا قوانين الغرب ونحطوها عندنا، واش حنا عندنا الدخل ديال المواطن المغربي هو ديال الناس اللي في فرنسا واللي في كندا واللي في امريكا؟ واش حنا عندنا الصحه والتطبيب والتعليم بحال ذاك الناس؟ وقبل ما نشوفوا جيب لي التركان ديالهم، جيب لي المدارس. بنادم ما كياكلش، بنادم كيخلص الضريبه وكيمشي للسبيطار كيتعامل بحال الكلب، باش نكونوا واقعيين. كيمشي لشي مصلحه، اللي هي ديك المصلحه ولا الادارات المغربيه كلها كتخلص فلوس الضرائب. شنو نقول لك واحد القضيه، شكون اللي كيخلص الدوله سي هشام؟ حنا كنستوردوا من الغرب 70% ديال الناتج الداخلي الخام جاي من الضرائب. للاسف كنستوردوا من الغرب مساوئ الغرب. ما نقدروش الشريح، غنجيبوا العرا، غنجيبوا المثليه، غنجيبوا باش واحد جيب لي الطرقان، جيب لي المستشفيات، جيب لي المدارس، التعليم، الانظمه الصحيه اللي عندهم، الانظمه الاجتماعيه اللي عندهم، جيب لي الحوايج المزيانه بعدا عاد غندوز واحد الشعب، وجد لي الشعب بعدا عاد غندوز الحوايج اخرى. اسي راه حنا كما قلتي كنشبهوا بالغرب، واحد ما لاقي ما ياكل ومربي حاشاكم كلب، وانت كتعدى على راسك وعلى الكلب، ليش بيش بينك وبيجي كلب؟ انت ما خاسلش حالتك عاد غتخسر الكلب. زيدك حاجه اخرى، هاد الايام شفت واحد الفيديو ديال واحد بروفيسور في التاريخ اسباني. شوف الناس اللي كتعترف ان العرب والمسلمين عندهم حضاره احسن بالاف السنين من الحضاره الغربيه. امريكا شحال من عام عندها؟ شنو التاريخ عندها؟ دول كثيره شنو التاريخ عندها؟ هذا استاذ
ديال مادة التاريخ شد الطلبة ديالو في كلية إسبانيا قال لهم واش كتعرفوا المعتمد بن عباد؟ قالوا له لا. واش كتعرفوا المماليك؟ لا. كتعرفوا الحضارة اللي كانت في الأندلس الطبيب فلان فلاني وهذا وهذا؟ قال لهم هادو هما جدودكم اللي هذا كيهضر مع إسبان، قال لهم هادو جدودكم الأصليين اللي خصكم تبحثوا فيهم، أن هادو الناس اللي هزوا بالعلم وهزوا بالإنسانية من خلال حضارتهم من خلال تقدم المعرفي ديالهم إلى آخره. ونجيو اليوم حنا ونقولوا لا حنا ما عندنا تاريخ، حنا غنتشبهوا بالغرب. واش في السروال طايح ما بقيناش نعرفوا بين الراجل والمرأة، الراجل غادي والبوكسر ديالو كيبان فيه المايك، فين هو الراجل؟ الراجل مسمي راجل يمشي يقصر وهذا ومراته ولاده بالجوع، واش هذه الحضارة يمشي للديسكوتيك؟ واش الحضارة يحوم؟ تخلطت بالمعقول بالمعقول صحيح الكلمة انها تخلطت. بحال دابا مثلا نعطيك مثال في هذه المدونة، انا على ما كنظن على حسب معلومات اللي كتوصلني على غوشي درود قال لك غادي يعطيو الحق للمرأة لانها مثلا تهز ولادها وتسافر فوقاش ما بغات. وهذا الشيء ما كاينش في الغرب. دابا انا مزوج مع السيده ديالي وعايشين في دار وحده ومعنا ولادنا، ما عندهاش الحق تسافر بالدراري اللي ما وقعتلهاش انا. هذا الشيء مطلقين مجموعين ما عندهاش الحق. وفاش كتكون مطلقه المراه بير كيخصك اي حاجه بغيتي ديرها كتشاور مع الاب ديالو. انا كنقول ان الناس داو حوايج وبدلوها كاع طالمون. كيفاش انت غادي تاخذ ولادها وتسافر وتهز يعني صافي كتشجع انت دابا على انهم يوقع اختطاف الاطفال وغيديوهم؟ هادشي علاش كتشجع دابا؟ لانه مثلا يكون صراع بين المراه والراجل غتهز وليداتها وغتزيد ما يعرفها منين دازت. دابا هاد المدونه قلت لك الهدف الاساسي منها، الهدف الرئيسي منها هو ضرب المجتمع المغربي والعربي، ان هادشي غينتقل، هادشي غينتقل لدول اخرى. اذا ملي كتفكك المجتمعات وما كيبقاش عندك مجتمع، ما كتبقاش عندك أسرة، بالتالي ما كيبقاش عندك فرد، لأن الفرد كينشئ في المحيط ديالو، مين ما غيبقى والو؟ شكون هذا اللي غيزيد بهذه البلاد القدام؟ أنا كنشوف أن السياسيين المغاربة، أنا كنقولها بكل صدق وكنتحمل مسؤوليتي فيها، ما عندهمش حتى 0.1% ديال الغيرة على هذه البلاد. شنو الغيرة؟ أشوف سيد غاي. انا نقول لك واحد المساله، شتي اقسم لك بالله وتبقى حتى تنوض شي حاجه ولا يوقع شي حاجه راه عيبات ما يصبحوا، باش نكون واضحين، عيبات ما يصبح بهذا المفهوم ديال عيبات ما يصبح. الطيارات ديالهم موجودين، فلوسهم خارجه برا، الاملاك ديالهم مجديه. عندنا هنا في كندا العديد منهم كانوا مسؤولينها، ومع ان هنا عندنا هنا كون نقول لك الناس غادي تستغرب تقول لي هذا مش هذا اللي كان في البرلمان كيحيح وكي الاخر. هادشي هشام وقع زلزال ماشي حرب، ما كاينش. شنو هو الناس دفعنا اليوم للعمل على تعديل مدونة الأسرة؟ شنو هو السبب اللي خلينا اليوم نعدلو؟ واش غير بغينا حيت دوزنا 20 عام وبغينا نعدلو؟ لا، لأن لاحظنا وبالملموس تفكك الأسرة المغربية، تشتيت أسرة المغربية. فكيف تنقول أنا كي الأسرة فيها ثلاثة ديال الأمراض العهاد داخل كل أسرة مغربية اليوم، وأتحداكم شي واحد يقول لي أنا ما عنديش هالثلاثة هذو، أنتم حاضرين وأنتم نموذج بسيط 150 200 شخص نموذج، غنسولكم سؤال وقولوا لي واش كاين شي أسرة ديالكم العائلة فيها استثناء من هالثلاثة اللي غنقول لكم ما فيهاش. مرض السرطان كاينش اللي مندوش العائلة ما عندكمش العائلة اللي ما عندوش مرض السرطان. الكوفيد 19 ما كاينش اللي مدولوش. والطلاق ما كاينش اللي عنده في العائلة ما عرفش طلاق في العائلة ديالو. نقول عائلة ماشي الأسرة، العائلة، عائلة عنده خالته عنده أخته عنده عمته، وحتى إلا اقتضى الحال كنلقاو الجيران ولا الأصدقاء، ما يمكنش شي واحد ما يكونش عارف هادشي. وهذا الشيء ما كانش قبل، ما كانش قبل هاد الطلاق بهاد الدرجة هادي. إذن شنو هي الأسباب؟ المفروض ملي شفنا بأن كاين هاد التشتت وهاد التفكيك ديال هاد الخلية اللي هي بها كتبنا المجتمع اللي هي الأسرة، والحلقة الحساسة داخل الأسرة هي المرأة. الحلقة الحساسة والحلقة القوية
واللي هي اللي كتبني هي اللي حولها الأسرة كتكون دايرة هي المرأة. المفروض ملي لقينا تشتت خصنا نمشيو نشوفوا النقط بالضبط اللي هي نقط ضعف ونمشيو نعملوا على التعديل ديالها. هذا هو المفروض. شنو هي هاد النقط هذه؟ هي النفقة. شكون اللي خصو ينفق في الدار؟ وملي كيوقع طلاق هو اللي خصنا نتفاداوه. اشنو هاد النفقة؟ وشنو هاد المتعة؟ وشنو هاد التعويض؟ إذن هذا موضوع اللي خصنا نتكلموا عليه. الحاجة الثانية اللي نتكلموا عليها هي درتهم هنايا الولاية سبب من الأسباب. أنا ندير الدراري لا أنت الدين لا أنا اللي غناخذ القرار لا أنت اللي تاخذ القرار. الحاجة الثالثة اقتسام الممتلكات لا كتبها لي ديك سميتي لا نتفرق سميت واحد الجهه ديال اللي ديال نصف سميتي ونص سميت. كيفاش ندير نص سميت؟ انا اللي خديت القرض من البنكه. ايوا واش غادي ندير؟ وانت انا اللي خدامه معاك في الدار. النقاش ديال اقتسام الممتلكات حتى هو كيسبب مسؤوليه الاسره في البيت. قال لا انا اللي مسؤول لا انت اللي مسؤوله لا شكون اللي وقع هاد المشاكل الدراري شنو وصلوا لهادشي هذا انت اللي راكي معاهم لا سيدي انت وباهم. عمل المراه انا بغيت نخدم هي إيه لا واش غديري بهاد الخدمه ديال غتنفقي عليا انا ما عندي ما ندير بهاد الخدمه غادي جالسه في داركم مستوره لا سيدي بغيت يكون عندي الكيان بغيت عندي استقلاليه قريت عندي شهاده علاش انا جلست في الدار مشكل ديال العمل خصنا نحسمو فيه. التعويضات عن الطلاق كتمشي المراه تطلق تعرف راسها ما غاتاخذش المتعه اذا ما غاديش تطلق والراجل اللي مشى يطلق غتحكم عليه محكمه بالمتعه وما واصل الطلاق مثاليا لكن هو ما يمشيش حيت ما خصوش يعطيها المتعه وهي ما تمشيش دير الطلاق حيت غادي تحرم المتعه. اذن هاد تعويضات الطلاق هاد المتعه كتشكل لنا مشكل. القوامه اشنو هي القوامه؟ شنو هي القوامه؟ لا سيدي انا خدامه اه لكن ما تسولنيش على فلوسي كتشي اللي كيقول الشرع ايوه لكن انت كتشوفي انا مزير الدراري شوفي شحال لك سيدي الدراري خصنا نقريو إذن كيبقى نقاش صرفي ما نصرفش والله لا عطيتك لا عطيني إوا والله تما سافرنا في هاد العطلة يا قلت يا هذا شكون خصنا نحسمو في هاد النقطة هذه. ثم إيقاع الطلاق تا هو الطلاق هذا اللي يرجع كيدوز عن طريق المحكمة واش عندنا فيه مصلحة واش فيه نتائج إيجابية واش خصنا نتراجعو فيه حيت قبل ما كانش طلاق المحكمة يعني كتطلقها شفويا ولا كانت عايشه بيديها كتطلق راسها دابا ولا خصنا نطلقوا من المحكمه سواء تطليق ام طلاق ولو يكون طلاق اتفاقي خصنا ندوزو على طريق المحكمه. اذن يمكن الرقابه ديال المحكمه واش هذا التدخل ديال المحكمه واش هو شيء ايجابي في هذه الاسره ديالنا ولا غير ايجابي. اذن هذو اللي طرحت كلهم اسئله ما عطيتكمش الموقف ديالي منها هذو فقط اسئله كتطرح لكن ملي كيجيو النقاش ما تلقاوش هذوما النقاط اللي كنهضروا عليهم. علاش كنهضروا؟ تنهضروا على المساواة. لا يجب أن تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة. أنا بحالي بحال. ترجع عموما النقطة الثانية تعدد. لا لا للتعدد. لا يمكنش التعدد. هناك مس بكرامة المرأة، هناك احتقار، هناك إهانة، هناك تنقيص، هناك تقليل، والمرأة اليوم والمرأة دارت وفعلت تارك. شحال عندنا في التعدد؟ عرفتي شحال النسبة المئوية اللي عندنا في التعدد؟ شحال؟ ما واصلين 1% ما واصلين صاحب الله. ما واصلينش 1%. وكيبداو يصوروا الرجل المسلم بحال راه جبروت وداكشي ديال الجاريات وثلاثة وأربعة والمرأة الكيان ديالها متمحى وما كاينش ولأن ما واصلينش حتى 1% وكديروا لها الضنقة كلها على التعدد. علاش كنهضروا ايضا؟ كنهضروا على الولايه. فين عمر الولايه كانت تشكل مشكل قبل؟ يا كان الرجل في الدار هو اللي كيقرر نظريا لكن في الواقع راه الاميه اللي كتسير كل شيء وكان بدون نفاق وبدون تحديات وبدون عدوانيه في قبل المنزل الراجل تيسحابك الاولاد تيسحابهم ربهم اللي تيحكم
راه امهم اللي كتحكم. وتقول والله هذاك كنوريك الكمبيوتر اللي كيدخلوا البيت في الليل. تقول واش دابا انا قلت انا البنيه ساعه عاوتاني بقاو داك الشيء راه مشى دابا عند خالتهم يقولوا داك الشيء هو اللي بغيت. هي اللي كتقرر الحقيقه. واش الراجل راه كيما بغى يكون راه كان هي المراه هي كل شيء. وهي ملي كتمشي تسولها بغيت ندير داك الحاجه شوف يا بنتي بابا انت الولد كيتنصب عليك انت البنت كيتنصب عليك كيسحب باك هو اللي كيحكم وهي امك هي الحاكمه الحقيقيه وكان توازن داخل البيت يعني ما كان تيضحك حد على اخر على اخر ما كان تحدي هي كدير الخيمه للراجل وهو في الحقيقه ما يقدرش يكسر لها خاطرها ملي كتجلس معاه وتقول له انا بغيت ندير الوليدات كذا بغينا نسافروا لهذه بغينا نديروا هذه تقول لها صافي يلا نص قيل ديري داكشي انا مع صافي انا نمشي نخدم وهادي الامور مزيان دابا لا اشنو الفرق بيني وبينك علاش انت اللي تاخذ القرار ان غتديهم القريون في المدرسه ديال البعثه الفرنسيه وانت اللي تخلص الا عجبك هو هذاك الا ما عجبكش نهز دابا الشنطه ديالي نمشي بحالي وغادي ندي معايا ولادي زواج القاصرات تصور على اش هذا الاجرام في حق الفتيات راه يزوجوهم 16 عام واش انت تزوج بنتك وكذا شحال عندنا زواج القصيرات قولوا شحال عندنا زواج القصيرات ما كتعداوش 5% وحنا جالسين نديروا فضيحه على زواج القصيرات وهاد المسلمين شفتوا باغيين يديروا يزوجوهم 15 واش يزوجوهم 12 عام البنت مازال في يحجموا الامور داكشي وكان وحنا يعني كنجاوبوا بعضياتنا انا يقول لك لا والزواج وكان النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشه وكذا و12 عام يا سيدي ما يجركش في المسائل اللي ماشي هي مهمه خصنا المسائل اللي هي مهمه هي ديال الاساس ديال المجتمع اشنو كيشتت لي هذه الاسره ديالي هي اللي خصنا نرد بالي منها ثم تتهضروا على التعصيب شحال حنا ديال حالات التعصيب لا التعصيب شنو كيقول؟ كيقول لك العم ملي كيموت خوه خوه مجوج والد جوج بنيتات مات داك الاب ديال داك البنيتات وكيجي العم في النهار الاول ديال الجنازه وتيقول مرت خوه خصنا نقسمو دابا خصنا نفكو هادشي لا للتعصيب اشحال الحالات ديال التعصيب شحال هاد الحالات ديال النساء اللي والدين غير البنات وعندهم عمامهم ولا عندهم ولاد عمامهم اللي غادي حالات ضعيفة جدا واش متفقين يعني نحولوا النقاش المواضيع اللي ماشي هي الأساسية باش نقدوا الأسرة والمجتمع لأن هذا هو الهاجس ديالنا حيت عندنا خص يكون عندنا جوج ديال الدافعين دافع أول هو المحافظة على الأسرة هذا الدافع الحقيقي اللي خص يكون ولكن ربما يكون هناك دافع ثاني هو الزيادة في وضع آلية جديدة لتشتيت الأسرة إذن خصني نزيد نقلب شنو ندير باش نزيد نضربوا لهاد الأسرة المسلمة نضربوا لها الشتات مزيان فالنقط اللي أنا بغيت نتكلم عليهم واللي ما كنتكلموش عليهم نهائيا انا ما نقوله لكم دابا تقولوا والله غير صح في النقاش كله مثلا كيهضروا عليه في حين انه نقاط اساسيه هي نقاط قانونيه ولكن انا بغيتها تتحول الى مؤسسه النقطه الاولى شنو هي الصلح قبل الطلاق الصلح قبل الطلاق واش عرفتوا شحال هادي شحال كان واحد كيتصالح مع مرته وهو باغي يطلق والله لا بتي عندي هاد الليله جميع حوايجك صافي حتى انا والله لبت عندك والله نمشي وما تعرفي حتى فين نمشي ثاني عرفتي ديك الجمله ديال نهز جلابتي نمشي والله لا عرفت فين نمشي ما بقاش قال دابا كلشي كيدخل الناس الكبار اللي في السن في العائله الجيران كيدخلوا رفقي الجامع كيدخل الاستاذ اللي كيقري ولا يقرا داك الزوج ولا قرا داك الزوجه كيدخل العائله ديالها كتدخل الجد كيدخل الجده كتدخل كلشي كيدخل باش نصلحو اليوم التدخلات اللي كاينه ديال اجل الصلح بالله عليكم الا لقيتو اللي كيدخلوا اكثر من 10% اللي كيقلبوا على الصلح نقول لكم
90% اللي كيدخلوا والله الا ما وريناه والله كنوري شنو هو الزواج كيفاش كيطيح عليه الزواج صحابو يقبض وتخلى على بنت الناس وهي عاوتاني نفس الشيء هو حتى هي والله تندموها ودخلوا هاد العيالات وهاد الشيء ديال اتفاقيه الدوله داروا لهم وفعلوا لهم ورجعوا كنديروا الحفلات في الطلاق وهنا كنديروا هاد الشيء هذا واش هذا هو المجتمع ديالنا اذا الصلح ملي كنرجع للصلح كنلقى شوف اللي هو باش قلت لكم راها نقطة قانونية وخصها تصبح مؤسسة عند حضور الطرفين ضرب فاصل 82 أو المادة 82 من منظومة الأسرة عند حضور الطرفين تسجيل مناقشات بغرفة المشورة مشورة يعني مشدودة سرية بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات بما فيها انتداب حكمين او مجلس العائله شوفوا بعدا للمحكمه كتعرف شي للمحكمه ليس الوجوب للمحكمه ليس الوجوب بل هي اختياري اذا ارتأت المحكمه ان هناك مصلحه في ستقوم به ان لم ترى هناك مصلحه وغالبا احنا كنراعيو القاضي ولا القضيه كتراعي لكن الكم ديال الملفات اللي عندها اللي خصها تحكم ملي كتدخل مع 90 وخصها تسالي مع 3 كيكون عندها 200 ملف كي غادي دير الدرج 200 ملف ورئيس المحكمه واقف عليها عند راسها تيقول لها شحال حكمتي شحال تسجلات عندك هذا النهار شحال ملف جديد تفتح وشحال قفلت من ملف الله يخليك راه الوزاره تطلب مني خصنا هادشي بزاف خصنا تسريع لان الكم اللي عندنا وده إذا ما بقيناش في الجودة، إذا هي كتراعي هذيك القضية ولا ذاك القاضي وتتحاول للمحكمة أن تقوم كدير واحد تقوم به بواحد الطريقة محتشمة جدا، تلقوا حقا درت صلح. بما في ذلك انتداب حكمين أو مجلس عائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين وفي حالة وجود أطفال زعما إن لم يكن هناك أطفال هذه المسألة ما تحققش. لكن إذا كان هناك أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوما إذ المفروض المسطرة إذا فيها الدراري عندك على الأقل شهرين مضمونة في المسطرة إذا كان الدراري هذا غير الصلح فإذا بالمحكمة تتحكم الملف كله شهرين بالولاد بالنفقة بتحديد المتعة بالسكن بكل شيء بالمحاولة ديال الصلح كوكو 8 دوز إذن ودابا المشكل هو أنني كنجيو نحتو عندك الزوج ولا الزوجة ما كنلقاوش سبب يستحق الطلاق غتمشي عند المرأة تقول لها جي علاش بغيتي تتوكل انا ما كنهضرش معاكم بالشفوي السماوي الله يلاه كنتكلم معاكم بالواقع كنتكلم معاكم بواقع ولكن عندي نماذج كثيره نظرا للمهنه اللي كنشتغلها كمستشار قانوني ثم للبرامج اللي كندير في الاذاعه يعني الاذاعه عندي 14 سنه وانا كندير برنامج 14 سنه وانا يوميا على الساعه ديال الجوج راني في المباشر 14 سنه وكتوصل بمكالمات هاتفيه فيها اسئله ومواضيع ديال المواطنين فكنسمع من طنجه حتى للقويره المشاكل ديال الناس فملي كنكون كنتكلم راني كنتكلم معكم بالواقع اشنو اللي كيوصلني علاش بغات تطلقي ما تحترمنيش اش كيدير لك ما تحترمنيش يا ودي قولي لي شنو ما عرفتش المهم ما تحترمنيش انت الشريف علاش بغيتي تطلق؟ اش نقول لك انا عييت؟ عييتي اما شنو هو المشكل؟ الخدمة لا انا كنهضر على مرتك اعطي الدراري مسؤول يا ودي قول لي مرتك علاش بغيتي تطلقها؟ كتلقاها كيتخبطوا في مشاكل كلها ديالاش غير ديال الزمان اما هي ما دارت له ما هو دار لها ولكن بجوج ضحية ديال الضغط حيت هي خارجة من الصباح هي كتفيق قبل منه هي كتفيق مع 5 الصباح وكتطيب لولادها
باش ديروا ماكله نقيه وكطيب له حتى هو باش حيت يرجع في 12 يلقى ما يجدد وتخرج وتخدم وتجيب العشيه وتكلف بالتمارين ديال الدراري وتكلف بالخدمه ديال المطبخ وتكلف بكل شيء وهو راه حتى هو في الدار يمكن يعاوش يشفي يمكن ما يعاوش. اذا مع الوقت وكتلقى راسها ما موفره فلوس خدامه ما وفرش فلوس راسها ما مبرعه ما هو عاوتاني حتى هو مبرع ما داك الدراري مبرعين كي تعياو. فمجرد ما كيوصل تشنج بيناتهم كتقول الله يرحم باك هذا فراق بيني وبينك الله يهنيك. ما كاينش سبب ما كاينش سبب حقيقي. وداك الدراري اش غادي نديرو فيهم؟ لا حق انا ما غاديش نمنعهم على باهم لا حق انا هما راه معاهم انا مابقاش نشوفهم نهايه الاسبوع لا راه كاين ضرر. ياسكو نابي لي دوماج كولاتيرو واخا يكونوا هاد الولاد كيما بغاو يكونوا واخا يكونوا هاد الاب والام كيما بغاو يكون الطلاق ديالهم راه كاين. لكن انا تنقول لك كاين سبب ديال الطلاق نطلقوا لكن الا ما كاينش هنا مؤسسه الصلح كتقوم بالدور ديالها. ومؤسسه الصلح ما خصش يكون عليها ضغط ديال الملفات والكثره. خصني نجلس مع المراه ونجلس مع الراجل. وعندي مؤسسه واحده اخرى مرتبطه بهذه المؤسسه الاولى اللي كنقترح هي مؤسسه المساعده الاجتماعيه اللي كنشيروا لها في مدونه الاسره لكن لا وجود لها في الواقع. المساعده الاجتماعيه راه غتجي تبحث وغادي تشوف الظروف البيئه فين كيعيش هذاك الزوج وفين تتعيش الزوجه وفين كيعيشوا الدراري وكدير بحث وكدير تقرير وكنصح في كل هاجس ديالنا هي المحافظه على الاسره. اذا كندير التقرير ديالي وتنقول ها السبب فين كاين وتنحاولوا نعالجوا المشكل وكنخليو داك الشمل مجموع وفعلا كتحسن الامور من بعد. اذا مؤسسه محاوله الصلح مؤسسه المساعده الاجتماعيه ومؤسسه ثالثه حيت شحال خمس دقائق معياش مع المرونه هذه آه. المرونه هي اللي كدير لنا بالشوا الشوا حلال. المؤسسه الثالثه هي الولايات هي ان فيها مشكل. الولايه بالله عليكم ملي دبر الراجل كيطلق امراه وكيبدا ينتقم منها بالولاد هي كتطلق ولا هو كيطلقها وكيكونوا كيسكنوا بجوج في واحد البيت الزوجيه والدراري كيقريو في واحد المدرسه حدا داك البيت الزوجيه. ملي كتطلق امراه كتمشي لدار امها وباها ولا كتمشي لشي دار اخرى ولا كتكري دار اخرى ويمكن بعيده على فين كانت ساكنه. اذا كتبغي تنقل وليداتها لديك المدرسه للمدرسه فين غادي تكون كتسكن؟ تمشي للمدرسه تيقولوا لها خص الاب اللي ينقل الوليدات. كتعيط لباه ماشي لا كانت مازال كتعيط راه كلا تعيط لا حتى شي حاجه صافي حر والله لا نقلتهم لك خليك تما. شفت حالات بزاف اللي الدراري شهر وشهرين ثلاث شهور ما قراوش دخول المدرسي جا وما قراوش. اذن واش غادي نخليو هاد الدري هذا بلاش والاميه اللي حاضنه؟ وطبعا هاد الحضانه اللي كنتكلموا عليها راه خصنا بداك المساعده الاجتماعيه اللي تكلمنا هاد المؤسسه هادي غادي نبحثوا ونسولوا ونقلبوا ونشوفوا واش بصح الام تقدر تكون حاضنه. وملي تكون حاضنه وناخذوا القرار والمحكمه تعطي الحضانه اذا خصنا نعطيها بعض الصلاحيات. إلا غتبغي دير جواز السفر خصها تعيط لباه وباه يقول لها با ما عطيتش ما إذا باش ديري جواز السفر. علاش؟ علاش غنحرم الولاد من جواز السفر؟ حيت أنا مدابز أنا وياك. إذا الدراري راه شي إذا خصنا نفكروا كيفاش ملي يكون الأب ماشي في المستوى نعطي للمرأة أم الحق باش تاخذ قرارات كيتعلقوا بالطفل. وطبعا الهاجس ديالنا هي المصلحه الفضله للطفل. فهذه المصلحه الفضله للطفل مره اخرى هي اكذوبه في الواقع ديالنا. في مدونه الاسره هي اكذوبه. ملي كتقلبوا مدونه الاسره كلها كتكلم على المصلحه الفضله. والله ليست هناك اي مصلحه فضله الا بعد الاستثناءات. ما كاين غير كل واحد كيجري على طواليت. اللي عنده سلطة أكثر واللي عنده نفوذ أكثر واللي عنده فلوس أكثر واللي عندها وقت أكثر راه غادي يربح. والضغط اللي على القضاة أيضا نكمل اللي تكلمتكم عليه في الملفات فكيكون أيضا عدو لجودة الأحكام. إن عندنا الكل إن هذه
النقاط الاساسيه اللي كنت باغي نتكلم عليها هي الصلح، المساعده الاجتماعيه، الولايه، واخر نقطه اللي قلتها لكم هي الجد والجده. فين هو الجد والجده؟ كان عندهم دور كبير ومهم جدا. ما كنهضرش على داك الجد والجده اللي كيشتتوا الشمال، هذوك استثناء، هذوك استثناءات. حنا كنهضروا على اللي عندهم علاقه بالصح، اللي عندهم الهويه المغربيه الحقيقيه. المبدا والقاعده عندنا هو ان الجد دائما كيدخل بخيط ابيض، والجده دائما كتدخل بخيط ابيض، وكتساهم في التربيه ديال الاطفال، وكتلقن لهم التاريخ، وكتلقن لهم التقاليد، وكتلقن لهم كل ما تيتعلق بالاشياء ديالنا التقليديه، وكيدخلوا باش يصلحوا ما بين. هي اللي كتصبر المراه، اللي المراه كتتعيا هذيك عبوسه هي اللي كتصبرها، ولا امها هي اللي كتصبرها. لكن دابا ما بقاش، دابا عندنا شقه فيهم جوج ديال البيتات، بحال عندك المراه والوليدات صافي. حتى ما كي جات ممكن تقول لها الوالده هادشي شي عند اختي شي شويه، مشي عند خويا، مشي للدار، هادشي الا ما ديناش الدار عجزه. اذا هذاك الجد والجده راه خصنا نعاودوا نرجعوا لهاد المؤسسه، لان كان عندهم دور مهم جدا. وخلاصه الامر خصنا نتثبتوا بالهويه ديالنا. احنا حتى مغربيات راه من البلدان القليله اللي عندهم بصح هويه، اللي عندهم حضارات، راه يحسبنا في العالم. شكون من الدول اللي عندها تاريخ وعندها حضارات راه يمكن نلقى اربعه ولا خمسه ولا سته، كاع اقصى الحالات نلقى عشره اللي عندها فعلا تاريخ. راه المغرب منهم. واش عيب الله بغيتو اليوم نسمحوا في هذا التاريخ ديالنا والحضاره ديالنا ونتبعوا امور ردوها كلها مدنيه وتعاقديه؟ ان الدين بعدا اللي كيدخل كركيزه اساسيه في الهويه ديالنا. حنا راه ما يمكنناش نديرو نكونو علمانيين، ما يمكنناش، ما يمكنش، ما يمكنش، ما يمكنش. حنا راه ملي تنقولو غدا غادي ندير ديك الحاجه تنقول ان شاء الله، راه ما يمكنش. ما يمكنش ندير ميزانيه ديال الدوله بلا ما نقول ان شاء الله. ما يمكنش ندير ميزانيه ديال الدوله بلا ما نقول يا ربي ترحمنا، يا ربي تعطينا الشتاء. غادي نمشي ندير ديك الحاجه الا بغى الله سبحانه وتعالى. ما يمكنش، رانا راه حنا ماشي دوله، ما خصناش نتشبهوا بدول ما عندهم علاقه بينا. حنا عندنا الهويه ديالنا اللي هي الاسلام ديالنا، اللي هي بلادنا المغرب، تقاليدنا، تراثنا، قيمنا، اخلاقنا، مبادئنا، قواعدنا، عائلاتنا، الجذور ديالنا، نتشبثوا بهم وغادي ننجحوا وندوزوا جميع المراحل وجميع هاد الاختراقات اللي كنتكلم عليها. لاننا فعلا انا قبل الجائحه كان جيت تقول لي كاين اختراق، نقول لك حتى شويه من، لكن الجائحه كانت فرصه فين وقفنا كلنا مع بعضياتنا وبقينا كنخمموا وكنشوفوا شنو واقع. وبان بزاف ديال الدول اللي زال عليها القناع وعرفنا الحقيقه ديالها شنو هي. فاحنا اليوم انا تنقولها لكم وانا مقتنع بها واتحمل مسؤوليتي فيما اقول، المغرب بلد مستهدف، مستهدف لشيئين، لدينه ولشعبه بملكه وبارضه وبتراثه وحضاراته وتاريخه. بلاد ديال المغرب خصنا نعتزوا بلادنا، ولكن باش نعتزوا بلادنا انتم اول حاجه كنخصني نقولها لكم بعدا قراو، خصكم تقراو، بقاو تقراو، بقاو تقراو 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 حتى تعياو وحيت ترتاحوا، عاود نوضوا قراو. راه القرايه هي الحاجه الوحيده اللي يمكن غادي تاخذ بيدينا وغتهزنا للمستوى اللي تنستحقوا، ونقدروا ننقذوا الاجيال اللي جايه في المستقبل، حيت راه المستقبل صعب جدا. ما نقول لكمش لا يبشر بالخير. واخر حاجه غادي نختم لكم بها اللي طمأناتني انا ملي كنت كنتفرج وكنسمع وكنقرا وكنشوف، تنقول واه واش بلادنا مهدده لهذ الدرجه؟ واش الاسلام ديالنا مهدد لهذ الدرجه؟ تنشوف بزاف ديال التيارات اللي تخاو، تنشوفهم حاضرين. لكن واحد المساله طمأناتني واحد الدرجه ما تصوروش. كنت درت واحد البرنامج واللي كنت تكلمت فيه يمكن اول خطره غادي نتكلم في مواضيع يعني شويه
النقاش على العلاقه بين الزوج والزوجه، العلاقه ديال الخوصه المسؤوليه الى اخره. فكان فيها واحد العدد ديال المشاهدات يعني الناس شافوها بزاف ونالت استحسان عند الناس اللي كانوا متبعين هذه المواضيع. فلقيت فيها 2200 تعليق يهضر على الدور ديال الزوج داخل البيت والدور ديال الزوجه. وتما عطيت رايي الشخصي اللي هو ما خصنيش معاكم، لان فقط سالنا. ففي 2800 تعليق اللي خلاني نقرا داك التعليق، عرفتي شنو هي؟ هي الخوف ديالي من هذا الشيء اللي كنشوفه كيختاق دابا. انا شويه خايف على بلادي، خايف على تاريخي، خايف على ديني. عندي غير على ديني وعندي غير على بلادي. هذا هو الهاجس اللي خلاني نمشي نقلبو ونحس. وملي قريت لقيت اكثر من 99% متمسكين بالدين ديالنا، وانا عارفين نرتاح واحد الراحه ما تصوروش. فما تخدعوش، ما يسحابكمش اللي تشوفوا راكم ضعاف ولا راكم قلال. بلادنا لا زالت بخير.